كشف مدير الجودة بالمؤسسة الوطنية للجلود وحدة ترويبة سفيان علان أنه تم جمع أكثر من 20,000 قطعة من جلود الأضاحي خلال اليوم الأول من عيد الأضحى المبارك، فيما تم اختيار 12.5 قطعة بعد الفرز، مشيرا إلى أن تحسيس المواطن بضرورة الحفاظ على نوعية الجلود خلال عمليتي السلخ والرمي ما تزال بحاجة إلى جهود أكبر. التفاصيل رصدتها لنا سوريا شعلال. الارقام تاع الوحده تاعنا يوم امس كانت اكثر من 20,000 قطعه لحقت لهنايا، وبعد عمليه الفرز خيرنا منها، فرزنا اللي تجوز الصناعه تاعنا حوالي 12.5، والباقي كلها ترمى لعدم جودتها. 2018 كانت العدد اكبر بكثير، كان تجاوب المواطنين اكثر مما حتى السلطات. احنا نحوسوا مهنيين يدخلوا في المجال هذايا، لانه المواطن يذبح مره في السنه، كاين اللي يعرف يسلخ كاين اللي ما يعرفش يسلخ. اما بالنسبه للجلود اللي جبناها من لي زاباطوار باغ اكزومبل البارح كانت 100% جيده، اما اللي يجيبوها اكسترا نتاع يعني ونيت كوم هنا تقدروا تشوفوا راهي دوزيام جو اليوم، بلي الناس مازال دير في لي ساك وما تملحش والجلد متقوب كومبليتمون. نقدروا نقولوا هذا سلخ جيد، يعني الجلده نستغلوها 100% من المساحه تاعها، وهذه لا تصلح للجلود، هذه ما تصلحش هذه.